في قضية الطرق الرابطة السريعة تربط المدن الصناعية بطرق رئيسية. نحن نقوم بالتنفيذ لكن بالتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالتخطيط وتحديد المسار وتحديد المواصفات. نحن نتعاون مثلا مع وزارة التجارة والصناعة كذلك في تحديد الصناعات وتحديد مواقع المدن الصناعية وغيرها. نتعاون مثلا مع وزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق بإيصال الكهرباء للمدن الصناعية وتوفيرها للمصانع. نتعاون مع جهات حكومية الأخرى مثل وزارة الداخلية. في تحديات بعض الأحيان بالتأكيد لكن على العموم أعتقد في تعاون جيد وبالتأكيد يعني لها نتائج إيجابية متميزة إن شاء الله. وش أبرز المصاعب اللي تواجهونكم كهيئة؟ يعني مصاعبكم وين وصعوباتكم وين تركز فيه؟ طبعا أكبر تحدي بالنسبة للتمويل لبناء المدن الصناعية هو تحدي بالتأكيد كبير ونحن متفائلين إن شاء الله يعني حسب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى متوقعين إن شاء الله تمويل جيد. بالتأكيد هذا سوف يساعدنا على حل أكبر تحدي بالنسبة لنا اللي هو التمويل الكافي لتطوير المدن الصناعية. طيب المدن الصناعية تعاني في بعضها مشاكل في الكهرباء، حصل في الصيف الماضي مثلا انقطاع، خسرت بعض المصانع، طبعا قد يكون تحت مظلتكم اللي هي في مدينة الجبيل. يعني الكهرباء هل فيها أزمة؟ لأنه أنا لاحظت أنه من خلال شركة الكهرباء تطالب بعض المصانع وقت الذروة أن تكون ما تشتغل فتشتغل في المساوى وإلى آخره. حل المشكلة هذه بجذورها كيف تتم؟ الكهرباء فعلا في الصيف الماضي كان فيه بعض انقطاعات بعض المدن الصناعية عندنا في الرياض وجدة، عانت بعض المصانع من انقطاعات. يمكن دخول الصيف واستمرار المدارس ودخولها في فترة الصيف أدى إلى ضغط الكهرباء بشكل كبير وهذا أدى انقطاعات على كثير من المصانع. أنا حسب تواصلي مع شركة الكهرباء وفي علاقة ناحية تربطهم علاقة جيدة وتنسيق متكامل بيني وبينهم، هناك الآن توسعات كبيرة عندهم في بناء محطات توليد كهرباء كبيرة يعني سوف تساعد على فك الأزمة. نحن كذلك نسعى إلى توعية المصانع للاستفادة من تشغيل المصانع خارج أوقات الذروة. نحن نعرف بالنسبة للكهرباء وقت الذروة هو من 1 إلى 5، فالآن شركة الكهرباء حقيقة نسوي نظام تحفيزي للمصانع بحيث أنهم يأخذون تعرفة أقل خارج أوقات الذروة ما يوفر عليهم التكلفة وما يساعد على تقليل الضغط في وقت الذروة. في كثير من المصانع هيك تطبق النظام هذا وكان له وفر على المصانع ومساعدة على فك أزمة الكهرباء. أنتم دوركم وين تتجسد هنا؟ بالتنسيق مع شركات الكهرباء؟ دورنا أن في الكهرباء ما يتعلق اللي هو عملية إيصال الكهرباء للمدينة الصناعية وعمل شبكات الكهرباء داخل المدينة الصناعية. بعد ما نعمل شيء هذا دور شركة الكهرباء توفير الخدمة. نحن فقط دور تنسيق بين وبين الشركة لكن الخدمة هي موفرة من شركة الكهرباء. المصانع اللي في المدن الصناعية الآن هل كل واحد يتقدم أو أيا كانت صناعته أيا كانت اللي يعني نقدر نقول منتج اللي صنعه الكل يعني عنده إمكانية يدخل في المدن الصناعية في شروط في قواعد في مواصفات معينة لأي مصنع يدخل في المدن الصناعية؟ طبعا أي مصنع طبعا يبنى في المدن الصناعية لازم كله يمشي بنظام الهيئة فيما يتعلق بالبناء والإشراف. نتأكد أن الهيئة عندنا أنظمة بناء خاصة بنا. يعني ما يهم حجمه منتجاته طن 100 طن 20 طن نوعية المصنع نفسه أيا كان ما في إشكالية. لا لا في بالتأكيد أو شيء نوعية مصنع لازم يكون مع نفس المصانع المشابهة نفس نوعية المصنع. الشيء الثاني نتأكد المساحة كافية، دائما نسعى أن نعطي المساحة الكافية لا تكون أقل من حجم المصنع ولا تكون أكبر بكثير من حجم المصنع حتى لا يعني نضيع أراضي علينا. كذلك نسعى إلى متابعة التلوث البيئي، نسعى أن المصانع تكون فيها تلوث فبدأنا بالتركيز على هذا الجانب. نعرف أن الفترة الماضية لم يكن فيه تركيز قوي، الآن بدأنا عملية تركيز وفي تنسيق بيننا وبين الرئاسة العامة لحماية الأرصاد والبيئة. فعندنا كذلك أنظمة البناء ذكرتها لك بحيث نضمن السلامة وبيئة عمل جيدة الذي يعملون في المصنع. فهذه بالعاب لأن نهتم جدا جدا بتطبيق هذه الأنظمة حتى نضمن تكون مدن صناعية مدن راقية مدن تحمي العاملين فيها مدن تحمي حتى البيئة اللي حولها. المدن الصناعية الآن في بعضها متخصص، أنا سمعت مثل وادي السيليكون في أمريكا لا جاب مكسل مثل عندها مدينة التقنية متخصصة في التقنية وإلى آخره. هل مفهوم ما موجود عند هيئة المدن الصناعية أن تكون متخصص أكثر عشان تكون فيها جاذبية أكبر ونقول تفضيلات أفضل؟ هل اتضح هالشيء في فكرة هي؟ وعندنا التوجه هذا مثلا مناطق التقنية هي تابعة لهيئة
المنطقة في جامعة الملك سعود بالتنسيق يعني مع من ضمن يعني مهام الهيئة هي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. نعم، في عند الهيئة رخصت لأكثر منطقة تقنية، مجمع التقنية في شمال رياض التي يقوم عليها المؤسسة العامة للتقاعد، هذا بترخيص من الهيئة. كذلك جامعة الملك سعود المجمع التقني فيها هو كذلك بالتنسيق مع الهيئة وبترخيص من الهيئة. ونسعى لتشجيع كثير من سواء المستثمرين أو الجامعات لإنشاء مناطق تقنية تساعد على تطوير التقنية في المملكة وتساعد بشكل يعني تؤمن بتخصص أن يكون في مدن صناعية متخصصة؟ بالتأكيد عندنا أفكار حقيقة لبناء مدن صناعية متخصصة. في فكرة الآن عندنا في فكرة إنشاء مدينة متخصصة في الصناعات الدوائية. عندنا أفكار أخرى حقيقة مدن صناعية متخصصة لكن في بداياتها، سواء الهيئة تقوم فيها أو حتى القطاع الخاص. نحن نرحب بالقطاع الخاص لبناء مدن صناعية متخصصة. عندنا الآن مجموعة من الطلبات لمدن صناعية متكاملة، لكن حتى الآن لا يوجد عندنا مدن صناعية متخصصة، لكن لو توفر الشهادة نحن نرحب فيه. أو حتى مناطق تقنية، منطقة تقنية طبية مثلا ممكن الهيئة ترخص لها، منطقة تقنية متخصصة في تقنية اتصالات يعني لا وخدمات. تكون في مبادرة من التجار أنفسهم أو الصناعيين أنفسهم أنهم هم يبحثون عن هذا الشيء، بالتأكيد ما تفرضون أنتم شيء؟ لا لا. طيب بعض الصناعيين الآن في فترة معينة الآن، ما أدري هي موجودة الآن بشكل كبير، لكن هي موجودة، لكن كم نسبتها ما حد حاول تحصل، يعني ما قدرت تحصل على نسبة معينة، لا يجد مثلا تسهيلات كبيرة موجودة هنا، فيلجأ إلى دول مجاورة. أوكي، فهل الصناعيين الآن يملكون الجاذبية الكاملة والكافية للبقاء في المملكة أو بناء مصانعهم؟ أعتقد أول شيء المملكة جاذبة للصناعة أفضل من الدول الأخرى. حقيقة أنا شفت حالات من مستثمرين استثمروا خارج المملكة، وفعلا بعد التجربة هذه وجدوا استثمار المملكة أفضل بكثير من استثمار خارج المملكة. نحن الآن عشنا حتى مصانع نقلت من خارج المملكة المستثمرين حتى غير سعوديين، نقلوهم من خارج المملكة إلى داخل المملكة. عندنا مثلا مصنع نقل من دولة مجاورة بالكامل إلى حائل يعني خلال الأشهر الماضية بالكامل، انتقل مصنع وزرت المصنع وفعلا قال حقيقة كان يعني تجربة بالنسبة ناجحة، نقل مصنع وخفض على التكاليف. المملكة يعني نتكلم عن مجال صناعي في المملكة، المملكة أول شيء الأراضي تكلفتها أقل بكثير من الدول المجاورة، الكهرباء أقل بكثير بل تصل إلى ثلث التكلفة في الدول المجاورة، هناك قروض صناعية تصل إلى 50% من مجموع التمويل برسوم محدودة جدا. قد تكون مصاعب الترخيص، بيروقراطية في القرار أنه متى يبدأ في التصنيع، يعني ترخيص إيش؟ ترخيص بداية الصناعة من وزارة الصناعة. أبدا، الترخيص وزارة الصناعة حقيقة عملوا جهد يشكروه عليه. الترخيص يمكن تأخذه خلال فترة يمكن في نفس اليوم تأخذه الآن. السعودة، طيب في مشكلة السعودة أنه لازم وزارة العمل تشترط شروط كثير في قضية السعودة، طبعا ما في مثلا عمالة كافية، مهارات كافية، كفاءات كافية إلى آخره، فلا يسمح له باستخدام عمالة إلا لازم يضع نسبة معينة. طبعا ناقشت الموضوع، وزارة العمل مشكورة حقيقة خفضت نسبة السعودة على المصانع من 30% إلى 20%، وهذه خطوة أعتقد جيدة لأن الصناعة تخلق وظائف لم تكن موجودة. فهذه حقيقة مشكورة وزارة العمل عملت الشهادة، ربما نحتاج بس تسريع إجراءات وأحيانا طلبات الفيزا اللي تطلبها المصانع، لكن هذا إجراء حقيقة يشكر عليه وزارة العمل لأنه فعلا ساعد وساهم في تطوير الصناعة. فكثير من الإجراءات المتعلقة بالصناعة تحسنت بشكل كبير، ونحن حقيقة أنا أقول على نهضة صناعية قادمة كبيرة المملكة، وسوف نشوف ثمارها خلال السنوات القادمة. في أقل من دقيقة وسؤالي الأخير، كيف ترى مستقبل المدن الصناعية في المملكة من خلال هيئة المدن الصناعية؟ المدن الصناعية القادمة مدن متكاملة، خدمات متكاملة، أنظمة بناء متحديثة. المدن الصناعية مشيئة الله تكون جاذبة مش فقط للصناعة بل للسكن فيها وزيارتها والاستمتاع بالتطورات تصير فيها. الصناعة مشيئة الله مقبلة على ثورة كبيرة في المملكة. المملكة مشيئة الله خلال 10 سنوات القادمة سوف تكون أحد الدول الصناعية المهمة في العالم مشيئة الله. إن شاء الله، وشكرا لك دكتور توفيق على الحوار وعلى هالمعلومات عن المدن الصناعية. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا أيضا لمتابعتكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، مع السلامة.